عوده من جديد لعشرة صبح في الاهلي. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. طبعا الفتره الاخيره كان في كلام كتير ولغط كبير يخص محمد صلاح من اللحظه اللي قعد فيها على ارضيه الملعب وابتدى يشتكي من الاصابه في العضله الخلفيه مرورا بسفره، واتكلمنا عن الملف ده طبعا بكل تفاصيله. ابتدت ناس كمان تشكك في انه يعني في مدى مصداقيه الاصابه ومدى حجمها، وشافوا ان هو بمجرد رجوعه انه هيشارك عادي مع ليفربول. فطبعا في كلام كتير اتقال في هذا الاطار، وخصوصا المتعلق بمشاركته في مباراة النهاردة. لكن اللي حصل ان يورجن كلوب حسم هذا الامر تماما، ويأكد ان هو غير جاهز بالمرة للمشاركة في لقاء اليوم طبعا ومواجهة تشيلسي في منافسات الجولة 22 من الدوري الانجليزي طبعا الممتاز في الموسم الحالي. وقال ان محمد صلاح مصاب اصابة هتمنعه انه حتى يكون جاهز للمباراة اللي بعدها اللي هتكون ما بين ليفربول وارسنال، وان النوع ده من الاصابات في العضلات بتستغرق وقت في عملية التأهيل او اعادة التأهيل او الاستشفاء. وقال نصا كان من الممكن ان يكون الامر اكثر سوءا، لذلك دعونا ننتظر. وكمان من ضمن الحاجات اللي اتكلم عنها وصرح بيها يورجن كلوب مسألة تجديد عقود فان دايك وأرنولد وصلاح شخصيا، وقال هناك يعني ما يكفي من الوقت لكل شيء، هؤلاء اللاعبون يحبون التواجد هنا، لا تنسوا ذلك، كل شيء على ما يرام، ويعني هم يحبون هذا المكان وأنا أعلم ذلك كحقيقة. وقال من باب الهزار وهو بيهزر مع الصحفيين يعني ان الجزء الوحيد المزعج في هذا الامر هو انتم الصحافه. طبعا يورجن كلوب في الفتره الاخيره يعني ناس كتير بقت مركزه حتى معاه ورياكشنات وشه من بعد ما صرح بانه ده هيكون اخر موسم ليه مع ليفربول، ومشاهد كتيره بتقول ان طبعا بطبيعه الحال ودي حاجه منطقيه جدا ان هو حزين لهذا الامر، وان كان هو برره الحقيقه. بص الكلام كان كتير، وتحديدا الكلام اللي اتكرر اكتر من مره، قالك طب هو محمد صلاح ممكن يكون فرصته او ممكن يكون الاقرب ان هو ينتقل للدوري السعودي بعد رحيل يورجن كلوب، لان العلاقه ما بينهم زي ما احنا عارفين قويه جدا. ويمكن استمراريه محمد صلاح السبب الاول والاخير ورفض العرض السعودي ده ما قيل يعني كان يورجن كلوب. فهل ده هيؤثر؟ هل ممكن صلاح نشوفه في الدوري السعودي؟ كل ده كان مطروح على فكره الفتره طبعا اللي طبعا فاتت، بغض طبعا النظر يعني عن كل التصريحات اللي كانت متضاربة شوية، بس ده كان الأقرب أو كان الأكثر تداولا. النقطة الثانية فكرة برضو فعلا مشاركة محمد صلاح في المباراة النهاردة، قيل أنه فعلا هيشارك، وده كان هيعمل لغط كبير، كان هيعمل مشاكل كبيرة جدا يعني طبعا. أنت لا ماشي من عندنا علشان تروح تلعب هناك، يبقى ما كانتش فيه إصابة. بس بغض النظر، وأكيد إحنا مش هنكذب يعني ان محمد صلاح كان مصاب، بس في ناس كانت زي ما كنا بنقول لحضراتكم او بنعرض الصوره كانت شايفه ان الموضوع ما كانش له لازمه قوي. واللي حصل او اللي زعل الناس اكتر ان ما كانتش فاهمه يعني تصريح من اتحاد الكوره ما كانش فيه. طب يورجن كلوب عمل تصريح قبل اتحاد الكوره المصري، ازاي يا جماعه؟ ده انت المسؤول عن اي حاجه، انت الرقم واحد اللي المفروض تدلي بهذه التصريحات. ما حصلش، لقينا ان احنا بقينا نتابع العالم والخارج عشان تعرف اللاعب بتاعك مكمل ولا ماشي واسباب المشيان. طب هو مسافر وراجع ولا هو مسافر ومش راجع، ومدى قوه الاصابه؟ يعني كل ده انت ما كنتش لاقي تصريح، ودي كانت الازمه، ودي اتفق فيها الحقيقه. انا عايز يبقى في دايما تصريح من المسؤول بتاعي. يعني انت بتتكلم دلوقتي على ملف كره القدم، ليه مش كل حاجه صغيره وكبيره عايزين نعرفها؟ ليه ما بيبقاش في تصريح بيها؟ يعني على سبيل المثال انت لحد دلوقتي الشناوي وعقد روي فيتوريا، احنا يا جماعه مكملين مع روي فيتوريا ولا احنا مش مكملين مع روي فيتوريا؟ ولو احنا مش مكملين، مين اللي هيدفع الشرط الجزائي؟ يعني دي كلها اسئله حاليا مطروحه في الشارع المصري ومحدش بيجاوبنا، يعني محدش يمكن محدش عنده اجابه. فهي دي النقطه، عشان كده قلت لك عقد فيتوريا ده كارثه ثانيه، ده عايز فقره لوحده طبعا. مع كابتن فتحي نحاول ان احنا نوصل لبعض الاجابات، لكن ملف مهم. مين هيدفع؟ قولوا لنا يا جماعه مين هيدفع لفيتوريا الشرط الجزائي؟ الشفافية يعني مهمه رقم جدا، كبير جدا. رقم كبير، الشفافيه مهمه جدا، وكلام بصراحه وبشكل مباشر بيوفر علينا وجع قلب وفرهضه، وبيوفر قيل وقال ملهاش لازمه في اوقات ملهاش لازمه. انت عارف حاجه؟ حتى لو انت لسه ما وصلتش كاتحاد لقرار، اطلع قول لسه يتم التداول والتشاور ما بيننا. فهمنا انت واقف على انهي ارض، كلنا لسه ما وصلناش لنتيجة، مش مشكلة، لكن نبقى مش فاهمين ايه اللي بيحصل. طب انتوا بتتشاوروا ولا لا؟ طب في كلام ولا لا؟ طب ايه اللي بيحصل؟ فهمونا. بس هي دي كل الامور، محدش بينتقد، لكن احنا عايزين نفهم.
عارفه لما اكثر لما يعني. كنت بقول لك كمان على الشناوي كنت اقصد ايه؟ اقصد فكره كمان الشفافيه في التعامل مع حالات الاصابه والتصريح بكل اللي حاصل كما هو. يعني اول ما الشناوي تعرض لاصابه كان في تصريحات ورا بعض ورا بعض تخص الشناوي وحاله الشناوي وسفر الشناوي واجراءه العمليه في المانيا اعتقد، ومساله انه هيرجع امتى، يعني كان في شفافيه ووضوح. لكن في حاله محمد صلاح كله كان بيضرب اخماس في اسداس حضراته، ده حاجه يعني شيء مؤسف وامر لا يليق، لان احنا في الاخر بنتكلم على هندله منتخب مصر. ما يصحش الموضوع وصل لمرحله انه ما يصحش يعني. طيب على كل حال ونرجع نندهش بقى ان الركراكي قال ايه ومش عارف ايه يعني. يعني بص ملف طبعا يعني يمكن اجاباته مش واصله لنا دلوقتي، يمكن الاجابات مش عندنا ولا عند غيرنا دلوقتي، بس نتمنى يكون في اجابات في المستقبل، نتمنى ذلك. خلينا نتابع دلوقتي مع حضراتكم ونتعرف من خلال الفيديو جراف ده على ارقام تحديدا منتخب السنغال.